انا تبكي لا بلاتي اجي قدام معاها هذيك راه مسكينه براسها مريضه ياك براسها مريضه لا انت كتبدل حوايجها واحد الدقيقه عافاك لا كتبدل حوايجها بلاتي مشاهدي مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس من بعد فيديو شوف تي في. في هذا الأثناء كنشوفوا الوقاية المدنية جات باش أنها تهز السيدة اللي مريضة طبعا تدخلوا عدد من المحسنين اللي كينتميوا لهذا الحي هذا الدور هذا اللي دور انزلا وجابوا لها ملابس من بعد ما شافوا الهوية وما كانوش الناس عارفينها في الأول يعني وفي الأخير من بعد ما سمعوا القضية ديالها شي كيجيب لها الملابس وشي كيجيب لها الصبابط الصبابط كيف ما شفتوا معنا الآن عبر المباشر السيد اللي جايب لها الآن حذاء باش يلبسوا ليها وكذلك نعم السيد اللي جايب ليها حذاء باش يلبسوا ليها وكنشوفوا الناس الاخرين اللي كيلبسوا لها ملابس جدادين ونقيين الله يكثر خيرهم والحمد لله يعني كاينين محسنين وكاينين ناس ديال الجود وناس ديال الكرم فكنشوفوا الوقايه المدنيه جات الان باش تنقل هذه السيده مجهوله الهويه اللي اصبحت هنايا شوف راها لبسات دابا اللي وصل اللي صبحات هنايا في نزاله الردايه بالعاصمه الاسماعيليه مجهوله الهويه فكنشوفوا ناس لك كثر خيرهم اللي جابوا لها احذيه وكاين الناس اللي جايبين لها ملابس والان كتدخل الوقايه المدنيه اللي كنشكرهم على المبادره ديالهم ف ها هي طامو اول اللي قالت لنا انها سميتها طامو اللي باقي الان مبحوث يعني ليها كنشوفوا المحسنين دخلوا في هذا الاثناء وكيلبسوا ليها ملابس جديده من بعد ما حيدوا ليها هاد الملابس اللي كانوا هزوهم من الزبل ولبسوهم ليها طبعا الطول هي مجهوله الهويه وكنتمنوا من اي واحد تعرف عليها يتصل بالاسره ديالها اللي كنشوفوا الحمد لله دخلوا محسنين من بعد ما شافوا الفيديو ديال قناه شوف تي في وقالوا في حقيقه احنا ما كناش عارفينها هنايا جسها صغيره لا قال لك رجلها مريضه رجلها مريضه رجلها مريضه مسكينه على داك الشيء ما قدرت الصبر ديالها تدخل لها نشوفوا لها شي صنداله ولا شي حاجه انت ولد قنيطره انت ولد قنيطره شتي المباشره لا انا نزاله لا انت كتعرف الناس انا كنعرف الناس في قنيطره بزاف مرة دوزت في قنيطره سالت السيده هذه ما عرفتش هي خارجه باينه خارجه قنيطره هذه السيده ماشي بنت المدينه وانتم يعني فاش شفتوا البث المباشر عاد شفتوا الاخبار شفنا اللايف وجينا نشوفوا هذه السيده مسكينه ما كانش تبقى هنا في هذه المنطقه هذه انا غير تزيد تشرد مع قدام المطرح النفايات والحومه عندنا خايبه وهذه تزيد السيده هذه تشرد هنايا اذا مشاهدي قناه شوف تي في ما نبينلكش وجهك يخدم يخدم على خاطره هنا في هذه الاثناء كنشوفوا ان رجال الوقايه المدنيه جاوا باش يعتقوا طامو اللي حسب قولها قالت لنا سميتها طامو مجهوله الهويه اللي كانت كتنازع قبل قليل فالحمد لله تدخلوا محسنين اللي جابوا لها ملابس جديده لبستهم الان الله يكثر خيرهم ويكثر امثالهم فهذا هو الهدف من هذا البث المباشر هو انها تلقى يعني ناس اللي يعاونوها والناس اللي يتعرفوا عليها ويتصلوا بالاسر ديالها فهي الى حدود الساعه مازال ما عارفينش بنت من ومين جات يعني مجهوله الهويه ولقاوها هنايا مرميه في الشارع فشكرا للسلطات المحليه في شخص المقدميه اللي قاموا بالدور ديالهم ومن بعد ما شافوا البث المباشر يعني ربطوا الاتصالات ديالهم بالمسؤولين وحاولوا انهم يتصلوا بالوقايه المدنيه فهم حضروا كلهم الان يعني السلطات المحليه في شخص اعوان السلطه حضروا الان باش يقدموا يد المساعده لهذه السيده هذه اللي هي كيف ما قلت مجهوله الهويه كتقول انها كتنحدر من الغرب لكن الى حدود الساعة مازال ما تعرفوش عليها كنتمنوا من كل المغاربة اللي كيتابعونا الآن عبر هذا البث المباشر يحاولوا يبارطاجيو هذا لا فيديو باش توصل الأسرة ديالها فطامو حسب قولها قالت لنا أنها اسمها طامو البوهالي أنها كتعاني وأنها مريضة وما كرهناش أنها ترجع للدار ديالها وتعالج
بهذه المناسبة غادي نقولوا شكرا للأعوان السلطة وكذلك القائد ديال الملحقة اللي حتى هو يعني بالدور ديالو ربط الاتصالات الهاتفية وحاولوا أنهم يوصلوا الرسالة لهاد السيدة. والحمد لله هذا هو الهدف من هذا البث المباشر. حاولوا أننا نرجعوا لعندك خويا. أنت يا مرحبا، أنت قلتي شتي ما كنتيش أنت عارف الأول السيدة حتى شتي البث المباشر؟ حتى شفنا البث المباشر اللايف ديالك طلع عندنا وقلنا هاد السيدة من الأحسن ما تبقاش في هاد المنطقة تزيد مسكينة تشرد مع قرب المطرح النفايات والدوار عاوتاني راه كيعرفها شوية الدوار ديال الدور الصفيح تزيد مسكينة تشرد. الحمد لله من حضرتو نتوما الناس ديال الصحافة ديالنا وحضروا الناس الوقاية الميدانية داوها الحمد لله. هنايا قلتي لي أنك أنت في الأول ما شتيهاش بحكم أنها مجهولة الهوية وصبحت عندكم هنايا، أنتم ما كنتوش ما عندكم عليها حتى شي معلومة؟ ما شتيهاش، طلعت في اللايف عندنا ما مجهولة الهوية مسكينة، هذا الوجه غريب على المنطقة والناس اللي نشوفوا نعرفوها مع مسكينة مكرفصة وهذي ساعة قلت لك بنت قنيطرة وهي زعما باش نشوفوها كنعرفوا الناس ديال قنيطرة وهذي باش يتفاعلوا معنا في اللايف ساعة ما عرفوهاش باينة بنت المنطقة خارجة بنت القراوية بنت النواحي ديال القنيطرة. هنا شفناك جبتي لها واحد الحداء يعني باش أنك أنت في سبيل الله ما جاش قدها يمكن هذا جبناه لها ساعة مسكينة ما رجليها مراد رجليها بكثرتها راه قالت لك مسكينه جايه من قنيطره هي وهي جايه في الطريق رجليها مرضو مسكينه ما قدرتش تلبس هذا الحذاء هذا. هي السيده الاخرى اللي عطاتها البيجامه مشات مشات مسكينه. الله يجعل الاجر ديالها لله. الناس ديال الدوار انا تفاعلوا معها لبسوها الحوايج حيدوا لها الحوايج مكرفصين ولبسوها حويجات نقيقين. وكذلك حتى اعوان السلطه كنرجع نذكر اعوان السلطه كنشكروا الناس ديال المقاطعه 15 حضروا هما الاولين يعني جميع اعوان السلطه حضروا وحاولوا انهم يتصلوا ربطوا اتصالات بالمسؤولين او بالسلطات المحليه بمدينه مكناس. كنحيوهم كاملين على هاد الناس هادو المسؤولين ديال المقاطعه 15 كنحييوكم نتوما الناس الصحافه ديال شكرا. هذا واجب هذا واجب اذا مشاهدي قناه شكرا لك حتى انت كذلك. هنا كتشوفوا معنا طامو حسب قولها قالتنا انها سميتها طامو اللي كانت عريانه بدون ملابس دخلوا يعني الناس اللي كانوا دايزين في الليل حاولوا انهم يجيبوا لها عطاوها هاد الملابس اللي هزوهم من المزباله ولبسوهم ليها. من بعد ما درنا البث المباشر وساقوا الناس الخبر يعني ما عجبهمش الحال وتاثروا وجابوا لها حوايج ولبساتهم حوايج جداد. الله يكثر خيرهم الله يعطيهم الخير الله يكثر خير داك السيده اللي عطات الملابس ومشات. فالحمد لله هذا هو الهدف من هذا البث المباشر هو اننا نلقاو قلوب رحيمه واننا نلقاو مسؤولين اللي كيتحرك في قلبهم يعني روح الانسانيه. والحمد لله هذا الشيء اللي كان كيشتو معنا انهم دخلوا وهزوا السيده وداوها المستشفى. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير. ولكن قبل ما نختم هذا البث المباشر نحاول ناخذ تصريح من طرف السيده اللي عطاتها ملابس جدادين اللي الله يكثر خيرها. لالا عادي يا بنتي عادي الله يكثر خير عندنا وليداتنا ماشي مشكل ما عرفنا حتى حنا الوقت شنو تجيب لنا لحقاش وداش نقولك جات لها الدوار هذا دوار عندنا دوار الفضيحه ما شنقول لك ما كاين الاخلاق لا والو. هنا انت انت خفتي ماشي مشكل انت خفتي عليها. اه لحقاش انا وليه حتى هي غير وليه لان عرفت راسي شنو جابها مسكينه ما عرفتش راسي شنو جابها الله يحسن لها وقالك حتى كلمه يا رمضان العرس جبتي لها حويجات في سبيل الله كون كان عندي كون راني درت لها كثر ولكن قلتي لي ما كراش نديها ندوش لها. والله ما كراش نديها ندوش لها بالله كون ما كان جات وما جاوش غنهزها وندخلها نديها ندوش لها في سبيل الله. انا عندي ثلاثه البنيات انت بقات فيك يعني وليه قطعت لي قلبي ما نكذبش على الله لا حول ولا قوه الا بالله. الوليه اللي تهز الوليه اللي اعتني بها بنادم هذه اول مره كتشوفوها عندكم هنا. هذه اول خطره نشوفها مسكينه هنايا ما عمرني ما شفتها ولدي. هذه اول خطره نشوف انايا هذه السيده وهذا اخر حنا كنهضروا عليها سرا ولدي ما درتي سرا ولدي تمشي تاك باقي صغير والو والو الاخلاق ما كايناش هنا والو. الله يهدي ما خلقين انتم خفتوا عليها من الاختطاف ديال الصغار من ايه ما غاديش يقدروا هنا ما غاديش يقلوها شي كون بقات هنا حتى غير المغرب ما غاديش يقلوها ما غاديش يرحموها. انا شفنا حتى اعوان السلطه يعني ربطوا اتصالات بالسلطه المحليه وقائد المحافظه ما مسكين بحال هذا الشيء تبقاو في عباد الله بحال هكا وعندنا هو دابا هذا كان مقدم وما بقاش مقدم ولا واحد اخر ماشي مشكل يعني القائد الملحقه ويعني اللي سمعنا قال لك القائد كون كنسمع في الاول كان غادي يتفاعل معاه لانه راه راجل طيب رغم اننا في الاول قلنا ما بغاش يجاوب فربما انه ما كانش عارف شنو كاين شنو كاين. فشكرا لك لالا ما كاينش مشكل لالا حتى حنا عندنا وليداتنا وعندنا راسنا اكثر من ولادنا الله يدير لنا بالخير هذا الشيء اللي الله يدير لنا بالخير اللي ما خرج من الدنيا ما خرج من العقيده لا حول ولا قوه الا بالله. اذا الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في غادي نقول لكم الله يكتب علينا وعليكم مكاتب الخير دمتم بألف خير وإلى اللقاء.